تسبب الحساسية الموسمية حكة في الجلد وسيلان أنفي وعطاس، وببعض الحالات ممكن تسبب حكة احمرار وسيلان الدموع من العين. التشخيص السليم يعني العلاج الصحيح، وتساعد بخاخات الأنف الحاوية على الستيرويدات القشرية ومضادات الهستامين ومزيلات الاحتقان على تخفيف هاي الأعراض. وبحسب الدراسات الأخيرة فإن ثلثي الأشخاص المصابين بأي نوع من الحساسية هن عندهم عامل مؤهب لحدوث حساسية من الغبار العفن أو حتى الحيوانات الأليفة على مدار السنة. أما عن علاقة الحساسية بالاكتئاب فأوضح الخبراء أنه زيادة خطر الإصابة فيه بنسبة 50% عند الأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية. معظمنا بيعرف شو يعني المقصود بالحساسية، وللأشخاص اللي ما بتعرف قدمنا ببداية حديثنا شوية معلومات عنها، لكن المصطلح يلي ممكن يكون جديد عليكم هو صدمة الحساسية أو حتى فرط الحساسية. المقصود فيها هو رد فعل تحسسي شديد وخطير، وممكن يوصل فينا الأمر لوقف التنفس وأيضا انخفاض شديد كتير بضغط الدم وعدم انتظام لضربات القلب. أما عن علامات الطوارئ التحذيرية اللي بتخلينا نروح فيها على المشفى أو حتى نخاف، فهو تورم الشفاء، اللسان، الوجه أو العينين، مع تورم وضيق في الحلق وصعوبة في التنفس والتحدث. ممكن كمان يصير عندنا طفح جلدي مع قيء أو حتى آلام في البطن، دوخة، إغماء أو فقدان للوعي. أما عن علاج هاي الحالة تحديداً فنحن لازم نعالجها بعناية ودقة. خلونا نتابع هالريبورتاج السريع يلي بيقدم صورة عامة عن طريقة التعامل مع فرط الحساسية. يتم استخدام حقنة الأدرينالين الإبنفرين في حالة الطوارئ، أي عند ظهور أي عرض من أعراض صدمة الحساسية. حقنة الأدرينالين حقنة ذاتية مملوءة مسبقاً بمادة الأدرينالين، مخصصة للعلاج الفوري عند حدوث رد فعل تحسسي شديد طارئ في الجسم كالحساسية المفرطة لدى المرضى الذين لديهم خطورة، حيث تحتوي كل حقنة على جرعة واحدة تستخدم لمرة واحدة. الحالات التي تحتاج حقن الأدرينالين: المرضى الذين يعانون صدمة الحساسية بسبب الحشرات اللاسعة مثل النحل، الدبور، النمل الناري. العلاج المناعي للحساسية: بعض الأطعمة، مواد الاختبار التشخيصي مثل صبغة الأشعة وغيرها من المواد المثيرة للحساسية. الحساسية المفرطة مجهولة السبب: الحساسية المفرطة الناجمة عن الرياضة. جرعة الأدرينالين: اختيار كمية الجرعة المناسبة تحدد وفقاً لجسم المريض، وفي حال لم تختفي أعراض الحساسية يتوجب على المريض أخذ جرعة ثانية بعد مرور 5 دقائق على الجرعة الأولية. احتياطات قبل أخذ الحقنة: يجب إخبار الطبيب في الحالات المرضية التالية إذا كانت لدى المريض حساسية تجاه الحقنة أو أي من مكوناتها. ما هي علاقة الحساسية بالوراثة؟ في كثير من الأدلة اللي بتثبت أن الحساسية وراثية وبيتم تناقلها من جيل لآخر عبر الجينات، لكن العلم بيقول أن الحساسية ما بيتم وراثتها حرفياً، لكن نحن منرث فقط الميل لحدوثها والإصابة فيها. يعني رح أوضح لكم إياها بطريقة مبسطة. في حال كنت بتعاني من الحساسية تجاه مادة معينة، هذا ما بيعني أبداً أنه أحد أطفالك رح يعاني من نفس أو ذات الحساسية، لكن طفلك معرض للحساسية تجاه هاي المادة أو غيرها، ومن المحتمل أنه يعاني الطفل من حساسية ما بدون وجود أي قصة عائلية سابقة، حيث أنه بتشير الدراسات أن الحساسية الموروثة مرتبطة بالجنس. يعني الصبيان بيميلوا إلى وراثة الحساسية من آبائهم، بينما الفتيات بتميل لوراثة الحساسية من أمهاتهم. والتوأم المتطابق بيملك كمان حساسية للمواد نفسها، بينما هذا الشيء مو مشروط بالتوائم غير المتطابقة. ويا ترى هل ممكن الشفاء من الحساسية أو السيطرة عليها؟ خلونا نعرف الإجابة ضمن هالريبورتاج. تظهر الحساسية في أي وقت من الحياة، وقد يؤدي التعرض لمسببات الحساسية في الأوقات التي يكون فيها جهاز المناعة في الجسم ضعيفاً، مثل الإصابة بمرض ما أو أثناء الحمل، دوراً في تطور الحساسية وحدوثه. في بعض الأحيان تختفي الحساسية دون أي علاج، لكنها قد تعود بعد سنوات. تجنب التعرض للمواد التي تسبب الحساسية هو الحل الأفضل، مثل تجنب الخروج من المنزل في فترات الربيع، أو إزالة المواد التي تسبب الحساسية من المنزل، مثل إزالة السجاد، التخلص من الحيوانات الأليفة، وذلك حسب نوع الحساسية والتي يعاني منها الشخص. قد يكون تجنب المواد الغذائية المحسسة أمر أكثر سهولة من تجنب المحسسات التنفسية. في الكثير من الأحيان لا يمكن تحديد المواد المحسسة،
أو الابتعاد عنها كلياً. عندها يمكن لتناول الأدوية أن يفيد في السيطرة على أي أعراض الحساسية المزعجة، بالرغم من أن الأدوية فعالة لتخفيف من الأعراض، إلا أنها لا تشفي المرض ولا تغير الاستجابة المناعية ضد الحساسية. يمكن لأخصائي الحساسية أن يقترح العلاج المناسب، وهو علاج المناعي، ولكنه حديث نسبياً، ويمكن أن يعدل المرض ويقلل من استجابتك للمحسسات. لازم نكون دايماً واعيين اتجاه المرض أو العرض يلي نحن عم نعاني منه. ذكرنا من شوي إنه في أنواع من الحساسية اسمه الحساسية الوراثية، كمان في أنواع تانية رح نتعرف عليها ضمن هالإنفوغرافيك.